بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا والدرس 90 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب الفوائد المترعة الحياض للعلامة الشيخ شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي، شرح كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قولهما رحمهما الله: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. الحديث واضح لا يحتاج إلى تفصيل وشرح وبيان. على الرغم من ذلك، وقع خلاف بين العلماء في جواز الابتداء ابتداء الكفار بالسلام. جمهور العلماء ذهبوا إلى منع ذلك، وأباحه كثير من العلماء، أباحوه، وبعضهم جعله من حكم المكروه. يعني الأمر فيه رخصة، لا سيما للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار، يعني الأمر فيه رخصة لهم، ولكن يحاول المسلم قدر الاستطاعة يعني أن يمتنع عن ابتدائهم بالسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إنما نهى عن ذلك لأن ابتداء السلام إكرام، والكافر ليس أهلا لذلك، فالذي يناسبهم الإعراض عنهم. وهنا ملمح بسيط يعني أحبابنا، الكافر الذي إن صح التعبير المتدين، يعني الذي يعلم شيئا من مبادئ دينه، هو يحتقرك أيضا ويراك كافرا ويراك من أهل النار ويراك عدوا لهم. ولكن الشائع الآن، أنا ما ذهبت إلى بلاد الغرب، ولكن هذا فيما أسمع، من خلال ما أسمع، أن الشائع أن كثيرا من غير المسلمين هم بالأصل لا يعلمون عن دينهم شيئا، فهم بالأصل منسلخون عن دينهم، يعني هم ينتسبون إلى دينهم انتساب لفظي فقط، فهم يتعاملون معك كإنسان، ككائن شبيه لهم، تمشي على قدميك ورجليك، فيرون لك حقوقا كما يرون لأنفسهم حقوقا، بقطع النظر عن الدين، لأنهم هم بالأصل لا يعرفون شيئا عن الدين. فهؤلاء التعامل معهم يختلف تماما عن التعامل مع أولئك الذين يعادونك بدينهم. والله تعالى أعلم. قال: وترك الالتفات إليهم تصغيرا لهم وتحقيرا لشأنهم حتى كأنهم غير موجودين. مذهبنا تحريم كلام الإمام النووي، هذا تحريم ابتدائنا إياهم بالسلام، ووجوب رده عليهم إذا سلموا، نرد عليهم طبعا بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط، وبه قال أكثر العلماء وعامة السلف. وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، وروي ذلك عن ابن عباس
وأبي أمامة وابن محيريز، وهذا من هؤلاء الثلاثة من الصحابة، وهو وجه لبعض أصحابنا، لكنه يقول السلام عليكم، يعني السلام عليك عفوا، ولا يقول عليكم بالجمع، لأن عليكم فيها تعظيم. واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث في إفشاء السلام الآمرة، يعني في إفشاء السلام، قال وهي حجة باطلة، لأنه هذه الأحاديث التي فيها إفشاء السلام عام مخصوص بهذا الحديث. وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام، إذا صار في عنا الآن ثلاثة أقوال، ولا يحرم، وهذا ضعيف أيضا، لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم. طبعا أحبابنا قد يقول قائل الشيخ النووي رحمه الله يقول النهي للتحريم، والنهي الذي هو للتحريم لا بد له من قرينة تدل، فلا بد من الاتيان بالقرينة الدالة على تحريم ذلك. وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة، وهو قوي، إذا كان لك حاجة مع غير مسلم تقول له السلام عليك، أو للضرورة كمن يعيش في بين ظهرانيهم، يعني بينهم في القوم، فماذا يفعل؟ قال وهو قول علقمة والنخعي. وعن الأوزاعي أنه قال، انظر لهذا الإنصاف من الإمام الأوزاعي، إن سلمت فقد سلم الصالحون، يقصد بذلك ابن عباس وغيره، وإن أترك فقد ترك الصالحون، يعني إن فعلت هذا أو هذا فأنا لست مبتدعا أو مخطئا. قالوا أما المبتدع الذي ابتدع في الدين أو ارتكب معصية وأصر عليها وأعلنها، فهذا يترك السلام عليه قولا واحدا ولا يرد سلامه. قال من اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فينبغي ألا يسلم عليه ولا يرد السلام عليهم أيضا، كذا قاله البخاري وغيره من العلماء، واحتجوا بحديث كعب المشهور حيث قاطعه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر. قلت فإن اضطر إلى السلام على الظلمة وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه إن لم يسلم سلم عليهم، وينوي أن السلام اسم من أسماء الله، من أسماء الله تعالى، والمعنى الله رقيب عليكم، ينوي هذا المعنى، انتهى. قال في الأذكار ولو سلم على من لم يعرفه فبان ذميا، بان ذميا. قال استحب أن يسترد سلامه بأن يقول استرجعت سلامي تحقيرا له. وقد ورد هذا عن ابن عمر أنه فعله أكثر من مرة، حتى ورد عن ابن عمر أنه ذهب للرجل الذي سلم عليه يظنه مسلما وقال له رد علي سلامي فإني ظننتك مسلما. قوله إلى أضيقه أي لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى والعطف، وليس معناه أن إذا لقيناهم في طريق واسع أن نلجئهم إلى حرفه حتى نضيق عليهم، لأن ذلك أذى منا لهم من غير سبب وقد نهينا عن أذاهم. قال أصحابنا لا يترك للذمي صدور الطريق بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج. قال وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة، يعني في حفرة،
ولا يصدمه جدار ونحوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. قوله وعليكم اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم وعليكم، بل وعليكم السلام، بل وعليكم فقط، بإثبات الواو وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها. وعلى هذا ففي معناه وجهان: أحدهما أنه على ظاهره فقالوا عليكم الموت فقال وعليكم الموت، أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا يموت، لما قالوا السلام عليكم. والثاني يعني هنا الشيخ كأنه مختصر هذا الكلام عن حديث أن اليهود سلموا على النبي فقالوا السلام عليكم، ما قالوا السلام. فالآن هنا الشيخ يفسره. والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك، وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم. قال القاضي: اختار بعضهم منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو لئلا تقتضي التشريك، وقال غيره بإثباتها كما هو في أكثر الروايات. قال: وقال بعضهم يقول وعليكم السلام بكسر السين أي الحجارة، وهذا ضعيف. قال الخطابي: وعامة المحدثين يروونه بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بغير واو. قال: وهذا هو الصواب، لأنه إذا حذف صار كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة، وإذا ثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه. هذا كلام الخطابي. والصواب أن الحذف والإثبات جائز، وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات، ولا مفسدة فيه، لأن السام الموت وهو علينا، فلا ضرر في قوله بالواو. وقال الطائفة من العلماء: ولا يرد عليهم السلام. ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك، ولكن هذا خلاف التحقيق وخلاف الصواب. قال: والاعتذار عن ذلك بأن ذلك بيان أحكام المسلمين، لأن سلام أهل الذمة علينا ليس تحية لنا، وإنما هو دعاء علينا، كما قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما يقولون السلام، فلا هم يحجون ولا نحن نرد عليهم التحية أو تحية، بل دعاء عليهم ولعنة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وأمره صلى الله عليه وسلم لنا بالرد إنما هو لبيان الرد لما قالوه خاصة. وإن تحققنا من أحدهم أنه تلفظ بالسلام، قال السلام عليكم، ورددنا عليه بعليك فقط لإمكان أن يريد بقلبه غير ما نطق بلسانه. وقد اختار ابن طاووس في الرد علاك، أو نقول عليك علاك، أي ارتفع عليك. واختار بعض أصحابنا السلام بكسر السين بمعنى الحجارة، وهذا كله تكلف، بل ما قاله مالك شاف كاف. إثبات الواو في الرد عليهم إنما يحمل على معنى الدعاء لهم بالإسلام، إذا لم يعلم فيهم تعرض بالدعاء علينا. وأما إذا علم ذلك فالوجه فيه أن يكون التقدير، وأقول عليكم ما تستحقونه. وإنما اختار هذه الصيغة
لكونه أبعد من الإيحاش وأقرب إلى الرفق، فإن رد التحية يكون إما بأحسن منها أو بقولنا وعليك السلام، والرد عليهم بأحسن مما يحجون به لا يجوز، ولا يرد بأقل من قولنا وعليك. وأما الرد بغير الواو فظاهر، أي عليكم ما تستحقونه. وعن أسامة رضي الله عنه، إذا أحببنا خلاصة القول الآن في السلام على غير المسلمين، قول الجماهير العلماء أنه حرام ابتداؤهم به، قول الثاني بأنه مباح، والقول الثالث بأنه مكروه. والرد عليهم، الواجب علينا أن نرد عليهم بمثل ما حيوا، ولا يجوز أن نرد عليهم بتحية أفضل منهم. يعني هم الآن يعني صار الآن المسلمون لا يحجون بالسلام، يقولون صباح الخير ومساء الخير، وهكذا غير المسلمين. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عابدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قوله فسلم عليهم، لو مر على جماعة فيها مسلمون وكفار أو مسلم وكفار، فالسنة أن يسلم ويقصد المسلمين أو المسلمة. ولو كتب كتابا إلى مشرك فالسنة أن يكتب كما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام على من اتبع الهدى. باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم فليست الأولى أحق من الآخرة، قيل كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور، فكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة، إذا غاب عنهم يعني، فهم يسلمون من شره في حالة حضورهم بين يديه، ويسلمون من شره في حالة غيابهم أو غيبته عنهم. وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة، بل الثانية أولى. ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رد السلام على الذي سلم على الجماعة عند المفارقة. قال القاضي حسين وأبو سعيد المتولي: هذا الرد يستحب ولا يجب، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف. إذن رد السلام عند الانصراف ليس بواجب على قول القاضي، وأنكره الشاشي وقال: إن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند اللقاء، وكما يجب الرد عند اللقاء كذلك عند الانصراف، وهذا هو الصحيح. ثم قال: باب الاستئذان وآدابه. الله، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.